بما أني نسيت أسوي المقدمة على أني رايحة سانتا باربرا، فبسويها الحين وسوي نفسكم ما تدرون. الزبدة أنه رايحة رود تريب، راح أوقف تقريبا بخمس أو ست مدن، يعني explore more، عرفتوا؟ فشو اسمه، أوقف أول شيء سانتا باربرا وأصور لكم الأجواء هناك، وبعدها راح أروح مدينة ثانية وأكيد راح أصور لكم الأجواء، بس أول فلوج راح يكون لسانتا باربرا. فيلا نبدأ. هذا اولها. طبعا اول مره لي بسانتا باربرا، ما عمري، مع انها تقريبا ثلاث ساعات من LA، بس ما عمري جيتها، فان شاء الله انها تعجبني. سانتا باربرا معروفة بشواطئها وسواحلها الرملية، إذا كنتوا حابين تروحون مدينة تستمتعون بالبحر وأجواء الغروب ومطاعمها مرة حلوة، أحس سانتا باربرا مرة تناسبكم. وصلت، شوفوا الفيو وراي. طبعا هنا هذه المنطقة كلها مطاعم، البير هذا كله توقع في مطاعم أغلبها سي فود. ماني شايفة أي ستورز، في بس ستور واحد gifting ستور، هذا إيش هذا؟ وصلت للمكان، إيش كان اسمه؟ هنري بوت هاوس، يقولون حلو للأكل، فجيت عشان البريكفاست، كان ودي أجي الغداء. الزبدة أنه لأني بروح من مدينة لمدينة الحين، فكل أغراضي سوت كيسز داخل السيارة، راح أضطر أني أترك السيارة. إن شاء الله إن شاء الله يكون أمان، يعني قد أحاول أشوف إذا في أحد يقدر يشوف. لا، التظليل كويس، ما يبدي يشوفوا شيء. الزبدة جبت المايك حقي معي، إن شاء الله تكونوا تسمعوني زين. شوفوا المنظر مرة يجن. وقفت أعبي بنزين وأخذ لي سناكس. يا رب، أنا قاعد أسوي دايت، بس عادي أخذ لي شيبس واحد، بس في شيبس واحد إذا لقيته. نو، مو هذا. شيبس ليز مرة طعمه لذيذ. يا رب ألاقي. هذا هو. أعشق. وصلت الهوتيل، وصلت مدينة اسمها سانتا كروز،
طبعا انا لما اروح تريب رود تريب احب اني كذا امسك الخريطه واسوي زوم ان عشان اشوف المدن كذا الصغيره اللي ما حد يروح لها واستكشفها يعني. فيلا سوي تشيكن. غرفة إن شاء الله تطلع حلوة. المدينة مرة صغيرة وتعبت لين لقيت لحظة وينها تعبت لين لقيت أوتيلات. كل أوتيلات كذا 2 ستارز 3 ستارز، بس قلت أقعد ليلة واحدة أجرب يعني أشوف إذا ممكن حلوة، يمكن فيها أشياء ما حد اكتشفها قبلي. وشو كم رقم الغرفة؟ 21. يا ويلي بغيت أبدأ على الناس. لحظة وين الغرفة؟ بغيت أفتح على أحد ثاني. زين ما تفتح بوجه. وين الغرفة؟ يا لا 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 إيه هذه لقيتها. لا بغيت أفتح على أحد. هذه الغرفة مش بطالة. يو يا كرهي لها المكيف. يو وين الفيو؟ لحظة أنا خذيت شيء أوشن فيو. دقيقة وإيش هذا؟ هذا سطح فيو. لا خرابة فيو مو بأوشن. لا لو سمحتوا وين تليفون؟ تخيلوا لقيت مكان يبعد 28 دقيقة مشي، فقلت يلا خليني امشي دام الجو حلو وكل شيء. بس قررت قبل ما اروح امشي اسوي سيرش على المدينه هل هي امنه مو امنه، لاني ما سويت اي بحث عنها. فطلعت من خطورتها رقم 6 من اكثر المدن خطره في امريكا. تخيلوا نسبه الجرائم فيها مره عاليه ونسبه القتل فيها مره عاليه. فطبعا المدينة اسمها سانتا كروز. طبعا انا وش اسوي؟ حجزت الاوتيل، اقعد بالاوتيل لين بكره ولا وش اسوي؟ تخيلوا طالعوا. او ماي جاد شوفوا سانتا كروز كاليفورنيا طالعوا 499 حالة جرائم، اغتصاب 44، قتل عمد 2. Oh my god. Property crime 3501. طلعوني من البلد بسرعة. Oh my god. حياتي ما شفت غروب زي كذا. قبل شوي السماء كلها لونها بينك. واو. سألت الأوبر، خذيت أوبر طبعا ما سكت سيارة لأنه حاطة فيها شنطي، فخفت أني أطلعها من الأوتيل ويسرقون لي أغراضي عرفتوا. فخذيت أوبر. المهم قعدت أسأله أنه قعدت أقرأ أنه المدينة خطيرة وكذا، قال لا زي أي مدينة بأمريكا فيها نسبة جرائم ولا على حسب المنطقة اللي تروحينها، يعني مناطق إيه ومناطق لا، بس هذه المنطقة اللي أنا فيها الحين فيها كلها كذا مطاعم، طبعا كل شيء مقفل، بس شو اسمه يا فبشوف المطاعم. مشكلة انه كل شيء شكله يقفل بدري هنا، فيعني ما شفت شيء. بكرة بحاول اشوف اي شيء قبل ما اطلع من المدينة لاني بس قاعدة فيها ليلة واحدة. فكذا شايفين يعني محلات مطاعم، لفيت على المطاعم كلها، كل المطاعم فاضية كذا تهش دبان، فما ما صرت أعرف وش أحسن مطعم. الإضاءة خايسة هنا. لحظة بقفل ما أقدر أصور المطعم. لقيت هذا المطعم يعني على أساس إنه يطلع البحر، ظلام ما تشوفون شيء.
جاية أخذ آيس كريم. أخذت سالتد كارميل. لذيذ. المدينة من الخارج طبعا واضح ان المدينة تقفل بدري عشان كذا ما عندي شيء اسويه الا اني اكل ايس كريم. يا صباح الخير. اوكي امس تمشيت في شوارع سانتا كروز ما شفت صراحة فيها شيء بالمنطقة اللي كنت قاعدة اللي رحت لها اللي فيها مطاعم، بس اليوم راح اروح للبورد ووك قالوا لي انه حلو بروح اكل فطور هناك افطر، فبس بصور لكم الاجواء هناك ونشوف اذا تستاهل المدينة او لا. شلت الهات ولبست هذا الطوق، ما ادري كيف شكلي، ما شفت شكلي بالمراية، بس تخيلوا قعدت ادور مكان عشان افطر ولقيت اوتيل، تخيلوا ما طلع لي بوكينج الفيو حقه، شوفوا ما ادري اذا مبين ولا لا، مو هذاك الفيو، كني قاعدة بخرابة. زحزينا بقعد يوم ثاني، خليني اوريكم الفيو، شوفوا الفيو واو. طبعا هذا البورد ووك اللي قلت لكم عنه، بروح امشي هناك اشوف ايش الوضع، اخذ لي كم صوره. واو الفيو يجنن. سانتا كروز للأمانة مرة عجبتني، بس أحس راح أجيها مرة ثانية بالصيف لأنه أجواء البحر وشواطئها مرة تجنن، وأبغى أشوف أشياء كثير ما رحت لها لأنه حجزت يوم واحد بس. جيت للبورد ووك، الفقمات هنا مو طبيعي، كلهم قاعدين يمشون مع بعض. واو في حياتي ما شفت كمية فقمات هالكثر. مرة حلو المكان كذا للتأمل، ابي امشي لين اخر شيء واشوف ايش الاجواء في هنا. لقيت مكان اتوقع بلاقي عندهم سنو جلوب. ايش هذه؟ ها سانتا كروز، هذا حلو. وكذا اول جزء من التريب خلص، ادري الفيديو ناقص اشياء كثير، البدايه والنهايه، بس لسه قاعدة أتعلم. هذا أول فلوغ لي، إن شاء الله يكون عجبكم، لا تنسون تسوون سبسكرايب وشير وتفعلون الجرس عشان تشوفون الفيديو اللي بعده، اتطورت بالفيديوهات الجاية بس استنوا أنزلهم، ولا تنسون تكتبون إيش رايكم بالفيديو عشان أعرف إيش ناقص وأطور من نفسي بالفيديوهات الجاية. شكرا على المتابعة، أحبكم.